حكيم زياش يمشي للتنفيذ. هذا هو اللاعب الجديد والنجم القادم بقوة رفقة أياكس أمستردام. يتقدم حكيم، حكيم عن طريق حكيم زياش المنتقل حديثا لنادي أياكس أمستردام بقيمة 11 مليون يورو، عقد يمتد لأربع سنوات رفقة فريق العاصمة الهولندية. عم ترار لأنه متحرك بشكل متواصل في الجهة اليمنى، عرضية تاني، جول الثاني للمنتخب المغربي اللاعب نبيل درار. الله عليك يا درار، تؤكد كلامي إشاداتي بخصوص أدائك في مباراة عرضية على المقاس يا درار، وبالراس بوهدوز لاعب سان باولي يضع في الشباك.